لطالما سحر منظر الطائرات في السماء البشر على الأرض، لكن الافتتان بالطيران يثير أيضا تساؤلات عدة، منها على سبيل المثال حقيقة الخطوط البيضاء التي تطرقها الطائرات في السماء، ما طبيعتها وماذا يمكن استنتاجه منها؟ معكم محمد أسامة في النواة. ووفقا لموقع بيزنس انسايدر، يعود سبب انبعاث تلك الخطوط البيضاء الى طريقة عمل الطائرة وارتفاعها عاليا في السماء، فالهواء خفيف الضغط وعالي البرودة كلما ارتفعت الطائرة، ولكن انبعاثات العادم تكون مرتفعة الحرارة عندما تخرج من الطائرة فتتحول الى اجسام ثلجية فور التقاؤها بالهواء البارد جدا. وشبه الموقع تلك الانبعاثات بتنفس الإنسان في الأجواء الباردة، فعند حالة الزفير يصبح الهواء مرئيا أبيض اللون تماما مثل انبعاثات الطائرات في السماء، ويختلف شكل الانبعاثات بحسب اختلاف الجو، حيث تعني الخطوط البيضاء الطويلة جوا مشبعا بالرطوبة، بينما تشير الانبعاثات التي تختفي بعد فترة قصيرة إلى جو معتدل.